إذا أنتي ومازن ما اتطلقتوا وقمتوا هالفكرة من راسكن وقتها أنا رح بطل، بس إذا أنتي وابني مازن اتطلقتوا وقتها رح أشرب لآخر نفس وحياتي رح ضل عم أشرب. هذا ساتيش. ألو؟ مرحبا جانا. إيه ساتيش؟ قول. في أخبار حلوة. عن جد؟ حكيت مع حدا من أصدقائي المحامين بخصوص كراج السيارات تبع عديلي مازن. وأخيراً لقينا حل القصة. ومازن بيقدر يكمل شغله بالكراج بعد ما ننهي شوية إجراءات شكلية. عن جد ساتيش؟ هل حكي صحيح؟ أنا حكيت مع المحامي تبعي الأستاذ كارينك ليستكمل الوثائق، وقال لي إنه يوم التنين بتكون خالصة. ساتيش أنا ما عم بفهم أبداً، بس أنا بتشكرك. ما في داعي للشكر. ما عملت أي شيء بيستحق الشكر، أنا صديقك واللي عملته عملته كصديق مو أكتر يعني. بعدين في عنا حفل استقبال اليوم المساء. أمي أصلاً عازمتك إليك أول وحدة على الحفلة، بس أنا حابب إنه أحكي معك وأعزمك يعني شخصياً. ماشي بتجي؟ ها شو جاية؟ ما هيك شو جاية ولا لا؟ قولي. أي ساتيش أنا أكيد رح أجي. في شغلة كمان ما رح تعجبك، بس هذا هو الواجب ولازم أقوم بواجبي. شكراً شكراً ساتيش. العفو. مازن 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 ليك، صهري ساتيش اتصل، قال في واحد من رفقاته محامي، والمحامي قال له انه مشكلة الكراج تبعك ممكن تنحل كلها. وبتعرف مازن انه هو كمان كان مبلش فيها من قبل. مازن انا متأكدة انك رح ترجع تفتح كراجك. ما بعرف شو بدي احكي، كنت فاقد الامل. انا كنت مفكر اني رح ارجع بلش من الصفر واسس شغل كمان من جديد، بس شوفي الحمد لله دائما الحظ عم يجي حلو. اكيد مازن، مازن رب العالمين بيعرف منيح قديشك صادق ومنيح بشغلك. عكل مازن ربك ما بيقدم الا اللي فيه الخير. براهنك مازن كل شي رح يكون بخير وحياتنا. كان قصدي إنه كل شي رح يكون بخير بحياتكن مازن. جانا أنا بدي أقول لك شغلة لسه. حفل استقبال عرس فارشا مقرر. شو مقرر؟ هي يعني هالمناسبة فخمة وضروري كتير ناخد هدية معنا، وأنا ما معي مصاري لأشتري هدية ما رح نحضر حفل الاستقبال. بس فارشا. لا تقلق مشان فارشا، أنا هون وبعرف برر لها. ومشان صهري ساتيش ما في داعي نشرح له أبدا، الزلمة عاقل. بس جانا على قليلة أنت لازم تحضري، يعني أنت بتضلي أخت لفارشا؟ ما في علاقة أكبر من علاقة الرجال ومرته، وأنا لسه لهلأ مرتك. لا أنت ولا أمي وأبي رح تكونوا حاضرين، فكيف بدي روح؟ باقي لي 14 يوم بس أنا لساتني وحدة من هالعيلة. سوشنا كيف حاسة حالك هلأ؟ هلأ أنا تعبت شوي من تحضيرات واجبات العرس ولهيك انقطع نفسي، بس هلأ أحسن. سوشنا هلأ التعب هو السبب الوحيد ولا في شي تاني؟
شو قصدك؟ قصدي أنا ما بعرف، بس حاسس إنه في مشاكل وإنك متغيرة كتير من وقت عرس باشا، وهالتغيير واضح كتير عليكي. دائماً عم شوفك ضايعة بأفكارك، يعني لا تكوني مفكرتيني إنه ماني منتبه عليكي. طيب هلأ السبب روحت على فارشا ولا في شي تاني؟ لا ما في شي، بس متعودين بهالبيت إنه في ثلاث بنات. أول وحدة زوجناها وراحت من عنا على بيت زوجها، وهلأ فارشا هي التانية راحت. وبصراحة أنا قلقانة على مستقبل جانا، كتير قلقانة عليها. أنا كمان قلقان على مستقبل بنتي جانا. صبري، الله شايف وعارف كل شي وهو اللي بيساعدنا. سوشنا، أنا بصراحة في شي بدي أحكي لك يا ولازم تعرفي، هو صار من مدة قريبة بس أنا ما خبرتك فيه وخبيت عنك، لأنه العرس بهداك الوقت كان كتير قريب وأنتي أصلاً كان عندك شغل كتير وكنتي معجوقة. بعدين منوهار شبك فوت بالموضوع. أنتي بتعرفي أنه أنا ومازن رحنا مشان نسحب 300 ألف من البنك قبل العرس. ولحظة اللي طلعنا من البنك مع المصاري وإز أنا رح دبر المصاري. بس يا مازن هي مسؤوليتي أنا بابا، لأنهم ضاعوا وأنا بوعدك إني أتصرف. مازن ما طلب مصاري أبداً من السيد جريش مشان الكراج تبعه، بس مشان فارشا، وأنا لهالسبب مزعوش ومتضايق. بعرف إنه مازن ما رح يطالبني بالمصاري، بس أنا بدي أرجعهم تحت أي ظرف من الظروف. ما رح أقدر حط عيني بعينه مع هالخدمة اللي خدمني إياها سوشنا، بس شو بدي أعمل؟ ما عم لاقي طريقة لحل هالقصة. كيف بدي دبر هيك مبلغ كبير؟ ماني عارفان كيف بدي دبرهن. منيح اللي ما خبرته عن هذا اللي اسمه اشوي، هو من غير شي متضايق كتير مشان المصاري، ما فيني خبره وزيد عليه كمان. مازن تعال اقلك، تعال شوي. نعم. ايه حفل استقبال عرس فارشا رح يصير اليوم، مانك مفكر انك تروح لهنيك؟ ما فينا نروح لهنيك وايدينا فاضيين، ما هيك؟ لازم ناخد شي هدية معنا. امي انا شبك لسه انا وما عم تعرف تحكي؟ قول يا ايه يا لا. ما معي مصاري لاشتري هدية. ولهيك انا فكرت انه ما نروح نحضر الحفلة. ايوه والله كبرت يا قلبي وبلشت تقرر هيك من حالك كيف تروح ولوين تروح ولوين ما تروح كمان بدون ما تستشيرني ولا تأخذ برأيي. أمي مو هيك القصة. إيه لك عن شو القصة ابني؟ ولا أخذت هالقرار هاد باستشارة حدا تاني؟ ماما أنا إيه معلش هلأ مسيك هالقلادة خدها وروح بيعها، وبالمصاري اللي بتجيبهم بدك تشتري أحلى هدية ظريفة للست فارشا.
والمصاري يلي بتزيد بيضلوا معك، وفيك إذا حبيت تشتري لنا مونت الشهر الجاي. بس ماما، يعني هذا لبستي بيوم عرسك وذكريات كتيرة متعلقة فيه، كيف بدي أقدر بيعه مشان أشتري هدية؟ ماما مازن معه حق، ما في داعي أبداً لبيع القلادة. نحن رحنا حضرنا عرس فارشا وما رح يكون في فرق إذا ما حضرنا حفل الاستقبال، وكمان أكيد ما رح يلتغى الحفل إذا نحن ما رحنا. يعني شرفاني، شو هالحكي؟ أمي، هدول بيكونوا قرايب جانا، وخسارة هيك شي غالي كتير لحدا يا دوب بنعرفه، ما بعتقد إنه شي صحيح. أمي، شو بكون؟ أنت كمان حابة تلقي خطاب علينا؟ أصلاً بعرف حضرة جنابك اللي زرعتي براس مازن فكرة ما نروح على الاستقبال. اسمعيني منيح، إذا بدك لا تروحي، بس أنا أكيد رايحة. وإذا عن جد عم تفكري تضلك بالبيت خليكي واطبخي، لأنه ما بحب أكلهم. واعملي طبخة تكون مدسمة ومرتبة، لأني رح أرجع مو أكلة ولا لقمة. أمي، يا ابني، إمتى بدك تفهم هالحياة بدون ما تعقدها؟ أمه لساتيش اتصلت فينا وعزمتنا شخصياً، مو حلوة إنه ما نروح. من هلأ لازم نروح ابني. ست شرفاني، منعرف إنهم قرايبين جانا، وجانا كمان قرايبتنا، يعني هي من هالعيلة، فهمتي ولا لا؟ ولهالسبب من واجبنا نحترم هالعزيمة. يلا روح، ولازم تسمعني بلا اعتراض وتقلي حاضر، وهيك بتكون ابني يلي بعرفه. يلا امشي سافيتا. انا استنى هلا، لا تبلش لي تعمل لي دراما تبعك. انا بعرف منيح شو بدك تقول. رح تقول انا ما جبت لك غير قلاده وحده بكل حياتك وبدك تبيعيها. بس لو حضرتك بوقتها كنت جايب لي اكثر من قلاده اكيد ما كنت رح تتضايق على بيعت هي. بالله مو مزبوط كلامي؟ بس انا ماني متضايق بصراحة، أنا كتير مبسوط، لأنه أنا اليوم ولأول مرة من تاريخ زواجنا بحس إنه الزواج منك إله فائدة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.